الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ثلاثة أكو لازم يتكلفها الرجل حتى ولم تكن حتى لو لم تكن عنده. شنو هي الثلاثة؟ أولا معاشرة بإحسان، كلما يطب لي البيت يشعر أن واحد من الأسرة، مثل ما هو إلى حق على الأسرة، الأسرة إلى حق عليه، يعاشرهم بإحسان بلطف بذوق بتقدير. بعد من بعد المعاشرة بالإحسان شنو الشيء الثاني اللي ينبغي أن يتكلفه الرجل؟ يقول سعة بتقدير، يعني انفق بس بحساب معقول، لا تصير بخيل ولا تبعد تجي تنفق انفاق يفسد اهلك ويفسد مليتك، لا، يعني انفاق معقول، سد غطي حاجاتهم بلون من السعة، وسع على عيالك بتقدير وبأصول، تحسب واردك ودخلك بقدر ما يسعك تنفق على عيالك. بعد الثالثة غيرة بتحصين، غيرة بتحصين شنو يعني؟ يعني انت تكون تغار على عيالك لكنه بمقدار ما تحصل الحصانة، لتوصل الغيرة الى درجة امرأة طلعت وهي ماشية مثلا شافت منظر قدامها وقفت عيني، ملعنت الاهل، انت شنو عينت لذولا؟ معناه تحبين ذولا؟ تردين ترحين اليوم؟ وشال مسدسه وصار سبع براسه، شلون هالحكي؟ مو كلام، مو كلام، غيره اكو لكن بتحصين باصول. يعني الانسان يربي، انت اذا عززت الثقه في نفس المراه وربيتها من الداخل لا تخاف عليها. اكو عندنا الحجاب نوعين، اكو نوع من الحجاب امراه لو تلبسها جميع أشتار الدنيا هي فاسقة من الداخل، وأكو بالعكس امرأة نعم بملابس الاعتيادية لكن أنت مربيها من داخل، مربيها على الحصانة، على اليمن، على العفة. إذا ربيتها على العفة لا تخاف، نشئها على العفة وبشرط أن تكون أنت عفيف، أما إذا شافتك أنت فاسق تروح تفسق، عفوا تعفوا نشاؤكم. نعم انت تطلع رايح ما ادري وين ورايح ما ادري وين وتنتظر من اهلك ان تكون مثال العفة، لا لا، الله يبليك، حتما حاول ان تعف عن اعراض الناس حتى يعف عن عرضك. الانسان يجب ان يكون غيور على عياله، بس لا تكون الغيرة تطلع عن الحدود المعقولة. الغيرة احيانا تتحول الى مرض. امرأة مثلا فاتحة افرض باب الشباك لتاخذ شوية هواء، لا انت ليه فاتحة الشباك؟ جيت سمعين بيت فلان مثلا، هذا نوع من الهوش احيانا. قلت لك هذا يجي منين؟ يجي من عدم الثقة بالتربية، وإلا ليربي اولاده ويهيئهم زين. شيلة اذا ربيتها على العفة والفضيلة لو تذب ما بين بأي منطقة لا تخشى عليه، لكن انت اذا ما محكم التربية، ومع الاسف احنا ما جينا نولي التربية شيء من العناية، يقتضي اولادنا ان نربيهم وان نربيهم، نزرع الثقة في نفوسهم ونربي انفسنا قبل ان نربي ابنائنا، لان قلت لك الانسان اذا ما ربى نفسه الانسان قدوة، يعني انا ابني يقتدي بي، الولد يقلد ابويه، إذا شاف الأبوين مستقيمين يصير مستقيم، وإذا شافهم لا والله مو مستقيمين ما يصير مستقيم. فإذا الغيرة على العيال، الغيرة على الحرم، الله عز وجل يقدرها يقدرها، والغيرة الله عز وجل يحبها لأنه غيور. فديوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله، جابوا له واحد مجموعة أسرى، النبي أمر مش كم واحد، أمر بأن يجرى عليهم الحكم إلا واحد استثناه. هذا اللي استثناه قال له يا رسول الله أنا ليش استثنيتني من دون هؤلاء؟ قال له فيك خصال نعم خمس يحبها الله. قال ما هي يا رسول الله؟ قال له أولا الغيرة على عيالك، انت غيور على عيالك، هذه خصلة
شكرها الله عز وجل لك. عندك الغير على عيالك والله غيور يحب الغيور على عياله. وحدة عندك حسن الخلق، هاي اثنين. عندك الشخاء، هاي ثلاثة. عندك صدق اللسان، نعم. خمسة من الخصال عدل إياه، أهمها في طليعتها شنو؟ الغيرة على العيال. الإنسان يجب أن يكون غيور على عياله.